اللي وزاك عند الجيران؟ خدنا يا زني، الست عيانه وقصدتني اجيب لبن لابنها، هقول لها لا. لا طبعا، قلبك فيه الحنيه قوي. يلا الغدا. اهدى. ايه في ايه؟ اهدى. في ايه؟ خمره. ده شعير، شعير بايت. شيلها من قدامي. هو انا خلصت من جزومي عشان تطلع لي انت؟ لا لا، امال جزومي؟ بلاش بلاش منها خالص. ايه عجبك القعده تحت؟ انزلك الاكل؟ يا ريت يا ريت يا ريت. مالك يا مدحت؟ سامع صوت الولد. مسكين، تلاقيه معذب امه. لا معذبني انا، معذبني انا. انت عندك العقده دي بجد؟ بجد؟ هو في عقد بجد وعقد صفيح؟ الواد ده لو ما كانش يبطل عياط انا هنتحر. اوعى تنتحر وانا معاك، لا يودوني في داهيه. وانا صغير، وانا صغير قوي، وانا صغير كانت امي تاخد سيد ينام في حضنها، وكانت تسيبني انا انام لوحدي، انام لوحدي وافضل طول الليل اعيط 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 ولا حد يسال عني. انا الظاهر فكرتك بعقدتك لما سبتك تنام لوحدك. لا 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 ما تزعلش، انا مش ممكن اسيبك على الحال ده. تعال انام عندي في الاوضه. لا 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 ما صحش. ليه ما فيهاش حاجه؟ ده احنا اخوات. طيب متشكر متشكر اهو. هات الغطا ده معاك. طيب افتحي يا عزه، الباب اتقفل. امشي يا واد نام، بلاش جوش، انا عايزه انام. نامت عليك حيطه. هو كلام عيال ولا ايه؟ مشروع باظ باين. ورقة معسي. ازيك يا معلم حسن؟ اهلا يا بيه. بقول لك ايه يا معلم حسن؟ ايوه. منوم يعني؟ لا انا مش عايزها تنام. بقول لك مش فاهم يعني حاجه كده تخلي المقاومه بتاعتها تقل، ما تبقاش عناديه. طلبك موجود، حبيتين على كوبايه شاي خلوها اخر حنيه تتمسح فيك زي القطه. بجد؟ عايز كام؟ 5 جنيه. 5 جنيه كتير يا معلم. يا بيه ده اختراع شيطاني بنجيبه بالعمله الصعبه. شيطاني؟ ايوه. خد. طيب طيب. انت فين؟ البس هدومك بسرعه. عشان ايه؟ عشان ننقل ماجدة المستشفى. ماجدة مين؟ ماجدة جارتك، اصل حياتها وحشه قوي. الله، واحنا مالنا؟ الله، مالنا ازاي؟ انا عمري ما كلمت مع حد من الجيران، جاي النهارده تعملي لي فضيحه؟ فضيحه عشان ايه؟ الست بتموت. اتحرك، انت ما عندكش مروة، ما عندكش انسانية، قلبك حجر. ايه انت مش بني ادم؟ انا هنزل انقلها في تاكس. طب استني بقى لما نتغدى. غدا ايه؟ انا مش عايز اكل. طب اعمل لك كوباية شاي. شاي ايه بس دلوقتي؟ يلا خش البس. يلا يلا. طيب يلا البس هدومك بسرعة. طيب خلاص. يخرب عقلك. معلش بالليل هنشرب الشاي. حالتها خطيرة، أنا بشك إن عندها أورام خبيثة في الصدر، لازم نحجزها عشان نعمل لها تحاليل فوري. ايه الاخبار؟ خد خلي الواد معاك، امسك. وده اعمل بيه ايه؟ سلامتك.
اطمني ما عم يتحبر دلوقتي حكفولك. تجيبيه فين؟ خليك معاكي احسن، مين هيرضعه هنا؟ ما تشيليش هم، انا خلي معي. حظه كده ابو مات وانا بكره موت واسيبه. ما تقوليش كده، ان شاء الله بكره تخفي وتعيشي لحد ما تشوفي ولاد ولاده. ممكن تعملي لي خدمه؟ اقبري يا حبيبتي. عاوزه تكتبي جواب لاهلك وزي في اسكندريه، تقولي لهم يجوا ياخدوا الواد و... طيب بلاش تتكلمي انت دلوقتي، استريحي شويه. ليه الحركات القرعه دي بقى؟ انت قد الحركات دي؟ ها؟ خد امسك الواد. عد كده. يعني نقعد ودورك يا خي؟ خد امسك الشنط دي، امسك. ايه؟ رايحين فين؟ مش هنودي الواد لامه؟ لا طبعا، هناخده معانا. ناخده معانا فين؟ انت اتجننتي؟ لا، هما حجزوها في المستشفى، هتاخد بالها مني ازاي؟ الله يا ست احنا مالنا احنا؟ لا، انت ما عندكش مروه، ما عندكش انسانيه، قلبك حجر. خلاص، اذا ما كانش عندك رحمه انا معايا مفتاح شقتها وهروح اقعد بيه هناك. خلاص 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 يا ست، يلا بينا نروح عشان كمان نلحق نشرب الشاي. عزة عزة. ايوه انا جاي اهو. ايه بتزعق ليه؟ كملي انت غسيل الغيارات دي، انا معدتي اتقلبت. خلاص سيبهم انت، بس روح تخلي شويه ميه احمي الواد. طيب وبعد ما تحميه تنيميه وبعدين نتعشى ونشرب الشاي. طيب بس يلا بسرعه. هو. يلا. وحنشرب بيه شاي وحنشرب بيه شاي. ايه ده؟ يخرب عقلك، ده الميه مولعه، انت عايز تسلق الواد؟ بردها شوي. لا ما تتحرك. انت خايف كده ليه؟ هات الصابون. اهي. طفيت البوتاجاز؟ ايه؟ طفيت البوتاجاز؟ لا. الله، طب ما تروح تطفيه. استنى. اقفل الشباك قبل ما تمشي. بس 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 تتفرج على ايه؟ ما تقفل البوتاجاز. استنى، هات لي فوطه معاك بسرعه. نشرب الشاي وحنشرب الشاي. طفيت البوتاجاز؟ لسه. الله، امال وقت ليه ما تروح تطفيه؟ استنى. ايه؟ انا سامع واحد على السلم بيقول لبن، هات منه كيلو. طيب قال ايه؟ عشان ايه؟ عشان الواد. يلا قول له يفوت علينا كل يوم. يبقى تعالى كل يوم. حاضر. طفيت البوتاجاز؟ لا لسه. طب ما تطفوش، اغلي اللبن الاول. اه عشان الواد يتعشى وينام وبعدين احنا نتعشى ونشرب الشاي. صح. بتعملي ايه؟ لا 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 لا، سيبي كل حاجه زي ما هي. انا عايزك تشربي الشاي بمزاج وانا هبقى نظف في الترابيزه بعدين. انا تعبتك معايا النهارده. ولا يهمك. المهم نشرب الشاي وكل التعب يروح. ما تيجي نشرب الشاي على الكنبه جوه. ايش معنى الكنبه؟ عشان اصل الكنبه لما تشربي شاي على الكنبه غير لما تشربيه على كرسي. تعالي بس وانت هتعرفي. لا اصل انا لو قعدت على الكنبه هريح. ما هو ده المطلوب، واحنا يهمنا حاجه غير راحتك. يلا يلا. واحنا نهارنا ابيض باين ولا ايه؟ خليك بعيد زي بعضه. دلوقتي القطه هتتمسح فيا. قطه ايه؟
لا ده مثل كان بيقول واحد صاحبي بياع. اشرب الشاي. الواد واد مين؟ الواد بيعيط، ما انت سامع صوته؟ ما يعيط ولا يتفلق، احنا مالنا، خلينا في الموضوع. موضوع ايه؟ انت قلبك ما فيهوش رحمه؟ انا جايه لك يا روحي. ما تنام ياض. حرام عليك ما تشخطش فيه. الواد سخن نار. انا مولع اكتر منه. عندك ينسون ولا كراوية؟ عندي كونياك. كونياك ايه؟ انت هتهزر دلوقتي؟ انزل اشتريله. انزل فين؟ احنا في نص الليل. جربي معاك كونياك بس هيبقى فل. هتنزل انت ولا انزل انا؟ تنزلي فين دلوقتي؟ المحلة كلها قافلة. حرام عليك الواد هيموت مننا. يوه انا عملت اللي عليا، انا تعبت النهاردة، ماليش دعوة. انت ايه؟ ما عندكش مروة، ما عندكش انسانية، قلبك حجر. ينسون ولا كراوية؟ أصل الواد سخن وعايز أديله حاجة تهبط الحرارة. حضرتك مين؟ أنا اللي ساكنة فوق. الأستاذ مدحت. أنت مراته؟ أيوه. طب اتفضلي. معلش عشان ألحق الواد فوق. قولي لي الجدع ده اتجوز امتى وخلف امتى؟ انا عارفه يا اخويا. اما قولي الحمد لله اللي ربنا اهداه. الحمد